اهلا وسهلا الغزالات، اش اخباركم؟ كي درتم على الصحيحه؟ لاباس عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم تشوفوا الفيديو ديال اليوم كيف ما شفتوا، ان شاء الله اليوم نصايب معكم هاد لي بطاطو بواحد لاصوص اللي تجي زوينه، لاصوص بلونش بصراحه اقتصاديه وبدون لحوم. هاد لي بطاطا هادي نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم. كيف ما تشوفوا الشكل ديالها صراحه تجي زوينه، وفي 10 دقائق يمكن لكم تحضروها للعشاء. صراحه غتعجب الوليدات ديالكم، نتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا في التعاليق ديالكم. غادي ندوز باش نوريكم ان شاء الله المقادير والمكونات اللي غادي نحتاجو في هاد لي بطاطا هادو، كما قلت لكم 10 دقائق تتحضروهم، والصلصه غادي تعجبكم بزاف بزاف. غادي نبداو على بركه الله البنات. المكونات اللي غنحتاجو لهاد لي بات بلونش، غادي نحتاج هنا لي بات ديالي بالنسبه للنوع، اي نوع عندكم تتفضلوه، انا اختاريت هاد النوع هذا. غنحتاج هنايا عندي زعتره، يمكن لكم ديروا زعتره او الزعتر، انا عندي هنا زعتره من السما بالثومه، وعندي شويه البزار وعندي الملحه. الا ما كانش عندكم البنات الزعتره هذه اللي من السما، نتوما يمكن لكم ديروا ضريس ديال الثومه. غادي نحتاجوا البنات جوج كيسان ديال الحليب بالكاس بالعبار ديال العنبه، عندي هنا جوج كيسان، عندي جوج قطع ديال الفرماج ديال الشوندويش، غادي نحتاج جوج معالق كبار ديال الدقيق، ونحتاج جوج مثلثات ديال الفرماج، وجوج معالق ديال زيت الزيتون. هادي بالنسبه للصلصه. بالنسبه لبنات لي بات، انا واضعه واحد الطاوه فيها الماء، غادي نديرهم يتسلقوا هما الاولين ونرجع معاكم. كيفما شفتوا البنات هنايا غندير شويه الملحه، وغادي نوضع لي بات ديالي وغنخليهم يتسلقوا. البنات ما تخليهمش واحد المده طويله، حاولوا تسلقوهم، احترموا الوقت اللي عندكم في العلبه، تيكون ما بين 8 دقائق حتى 10 ديال الدقائق. صافي غادي يتسلقوا وغادي نصفيهم وغنكمل معاكم ان شاء الله. صافي البنات لي بات انا غطيت عليهم، غنخليهم حتى يتسلقوا 10 ديال الدقائق ونعاود نتلاقى معكم. غندوز دابا نوجدوا الصلصه ديالنا. كيف ما شفتوا غادي نوضع هنا جوج معالق ديال الدقيق البنات، الدقيق الابيض كيف ما شفتوا، جوج معالق راني عبرهم من قبل. غنوضع معاهم البنات جوج معالق ديال زيت الزيتون. البنات ضروري من هاد زيت الزيتون في هاد الصلصه هادي، تجي واحد المذاق واعر بزاف كيف ما شفتوا. وغنوضع جوج مثلثات ديال الجبن كيف ما شفتوا. وغنوضع البنات هنايا عندي شويه ديال زعتره، وغنوضع شويه ديال البزار كيف ما شفتوا، وندير الملحه على حسب الذوق، انتبهوا لان راه الفرماج مالح. وغنوضع البنات جوج ديال هذا الفرماج ديال الشوندويش حتى هو، غنوضع جوج كيف ما شفتوا. نتمنى البنات تجربوا هاد الصلصه هادي، تاتجي بصراحه زوينه بزاف. بحال هكا، ونوضع شويه من هاد الحليب، ونحاول البنات نحرك مزيان هاد المكونات هادو حتى يندمجوا ليا. عاد من بعد غادي نكمل الكميه ديال الحليب اللي باقا عندي، وعاد غادي نربطو فوق من البوطه. نتوما كيف ما شفتوا غنحاول نخدمهم مزيان ونتلاقى معاكم. البنات من بعد ما خلطتهم مزيان كيف ما شفتوا، غادي نضيف نكمل الكميه ديال الحليب كيف ما قلت لكم جوج ديال الكيسان. صافي البنات، وغادي نوضعها فوق البوطه وغادي نخليها حتى تعقد ليا، وغنوريها لكم ان شاء الله. ثم البنات كيف ما شفتوا لاصوص ديالي بدات تعقد، غنخليها تزيد واحد شويه تختار. صافي وغادي نحيدها، ما تخليوهاش البنات تطبخ بزاف باش ما تجيكمش عاوتاني عقده بزاف، ثقيله بزاف. هانتوما كيف ما شفتوا صافي نخليها واحد شويه وغادي نحيدها. في نفس الوقت غادي نصفي لي بات ديالي لانهم صافي راه تسلقوا، ونعاود نتلاقى معكم. غادي نصفي دابا لي بات حداكم. صافي وغادي ندوز ان شاء الله نكمل معاكم المراحل. ماشي دابا هنا واجد ليا، غادي نبدا ان شاء الله. خديت المول دهنته بشويه ديال الزبده، وغادي ندير فيه واحد الكميه ديال لي بات كما شفتوا، وغادي نفرغ فوق منها الصلصه. البنات بالنسبه لهاد الكميه ديال الصلصه اللي عطيتكم تتكفيكم 250 غرام ديال لي بات، ولا درتو 500 غرام ديال لي بات غديروا المقادير مدوبلين. غتشوفوا عندي هنا كميه كبيره، انا درت المقادير مدوبلين هنايا لانني دايره 500 غرام ديال لي بات. وغنحاول نسقيها بحال هكا، وندير شويه ديال الفرماج. البنات يمكن لكم ديروا اي فرماج بغيتوه، موتزاريلا او الاحمر. وغادي نعاود ندير واحد الطبقه واحده اخرى
يجربوا البنات هاد لي بات هادو اقتصاديين في الصراحه، بدو اللوحو واهم حاجه تيجيو ولاد. وهاد الصلصه هادي البنات غادي ما تبقاوش تستغناو عليها، زوينه حتى المشويات تجي زوينه في المشويات، تجي مع طاكوس، المهم تتخدم بزاف ديال الحوايج بحال هكا كيف ما شفتوا. وغادي نكمل الكميه اللي بقات ليا، بنفس الطريقه زعما سخونه البنات. بالنسبه لهاد الصلصه هذه الا شفتوها عقدت لكم، يمكن لكم تزيدوا فيها شويه ديال الحليب، راه تعاود تطلق. ومن الاحسن ما توجدوها حتى تديروا لي باطي تسلقوا، وجدوهم قد قد باش ما تعقد لكم، ما حتى شي حاجه تبقى لكم هكا يا خفيفه. مي لو وجدتوها قبل غادي تبرد وغتعقد، حيت ما حدا دارتها وهي تتعقد. صافي غنفرغ هاد الكميه اللي بقات كامله. انتم البنات كيف ما شفتوا المقادير اللي قلت لكم، انا بحال جاتني هي هذيك هكا باش تشرب ليا هاد الصلصه هذه. نتمنى البنات تجربوا هاد العشاء، هذا عصا عصا عشاء سريع. نفرغ هادشي كامل، نحاول ندير في البلايص اللي ما درتش فيهم. صافي والفران راني شاعله، غادي ندخلها البنات للفران، ما تاخذش الوقت لان كلشي طايب، غيدوب لنا فوق منها هاد الفرماج هذا وتشمع علينا ونخرجوها. كيف ما شفتوا غنحاول نوزع هاد الفرماج هكا، ماشي انا ما درت فيها لا دجاج لا حتى شي حاجه. اللي بغى يدخل فيها الدجاج ولا كفته انتم لكم الاختيار، هذا عشاء اقتصادي. صافي البنات غندخلها للفران حتى نخرجها ان شاء الله ونتلاقى معكم البنات. هما لي باط غادي نخرجهم من الفران كيف ما شفتوا. صافي دغيا دغيا ما تاخذوش وقت كثير كيف ما شفتوا، غير تيتشمعوا بحال هكا وداك الفرماج يدوب على الوجه ديال لي باط. هذا هو الشكل ديالهم البنات، ما نقولكمش واحد الريحه ديال ديك الاعشاب اللي في زعتره والثومه، واحد الريحه زوينه بزاف، ما غاديش تتبعوا من هاد لي باط البنات، واخا ما فيهم لا لحم لا حتى شي حاجه. وكيف ما قلت لكم الا بغيتوا نتوما تزيدوا تحسنوا من الجوده ديالهم، ديروا فيهم قطع ديال الصدر مشحر او الكفيته او اللي عندكم. انا كيف ما شفتوا هادو اقتصاديين، شوفوا البنات كيف تيجيو، تيجيو معلكين بديك الصلصه البنات. كون ما كثرتوا لهم الصلصه تيجيو رطب وتيجيو زوين، هانتوما يعني شوفوا من الداخل ديالهم راه ما تيجيو لا ناشفين لا حتى شي حاجه. كيف ما شفتوا كما قلت لكم البنات الا درتوا كميه كبيره ديال لي بات تضبلوا المقادير ديال الصلصه. كيف ما قلت لكم 250 غرام ديال لي بات تحتاج منكم جوج كيسان ديال الحليب، درتوا اكثر راكم تضبلوا المقادير. المذاق البنات لذيذ بزاف بزاف، نتمنى انكم البنات تجربوهم. هانتوما البنات شوفوا كي تيجيو من الداخل معلكين، ومن الفوق ديك القرمشه ديال الفرماج تجي فيهم يا سلام. وكم ما كثرتوا الفرماج راه تيعطيو مذاق زوين. البنات اللي عجبكم الفيديو ما تنساوناش من لايكات ومن البارطاج، وتهلاو لي فراسكم والى فرصه مقبله ان شاء الله.